بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله هتكلم عن النيو ممبر of inflammatory demyelinating diseases of central nervous system. هتكلم عن ميلين أوليجودندروسايت غلايكوبروتين أنتيبودي أسوشيتد ديزيز. قبل ما يتم اكتشاف الميلين أوليجودندروسايت غلايكوبروتين أنتيبودي، كان الموجات بيتشخص خطأ على إنه حاجة من الحاجات دي، على إنه نيورومايلايتس أوبتيكا، مالتيبل سكليروزيس، أكيوت ديسيمينيت إنكيفالومايلايتس، أكيوت ترانسفيرس مايلايتس، أو إديوباسيك أوبتيك نيورايتس. لكن بعد اكتشاف الأنتيبودي اللي هو ميلين أوليجودندروسايت غلايكوبروتين أنتيبودي، أصبح الموجات ده سبيسيفيك ديزيز، له سبيسيفيك كلينيكال بريزنتيشن، له سبيسيفيك راديولوجيكال فايندينج، له سبيسيفيك تريتمنت، ولكن بيدخل في سترونج ديفرنشال دايجنوزيس مع الحاجات اللي احنا قلناها: النيورومايلايتس اوبتيكا، الادم، الام اس، الترانسفيرس مايلايتس، والاوبتيك نيورايتس او ايديوباسيك اوبتيك نيورايتس. النقاط اللي هنتكلم عنها في موضوعنا في الموجات هي الديفيك ديزيز. طب ليه الديفيك؟ لان الديفيك هو الاب الروحي للموجات، ومنه تمت ولادة الموجات. الابيديميولوجي اوف موجات، الباثولوجي والباثوفيسيولوجي، والمين بلك اللي هنتكلم عنه هو كلينيكال ام ار اي اتريبيوتس. عنوان غريب، لكن مش هنقدر نفهم الموجات من غير ما نربط الكلينيكال بريزنتيشن مع الراديولوجيكال فايندينج. مش هنقدر نفهم الموجات من غير ما نربط الكلينيكال بريزنتيشن والراديولوجيكال فايندينج اوف موجات مع الكلينيكال بريزنتيشن والراديولوجيكال فايندينج بتاعه المالتيبل سكليروزيس وبتاعه النيورومايلايتس اوبتيكا وبتاعه الادم. فبالله العظيم نستعين ونبدا. بدايه الامر كانت عام 1894، عندما تمكن الفرنسي إيوجين ديفيك مع المساعد بتاعه فرناند جيلت من وصف سبيسيفيك ديزيز بيمتاز بانه ما يحصل معاه بايلاترال اوبتيك نيورايتس، وايضا في ذات الوقت اكيوت مايلايتس، ما يكون معاه بايلاترال اوبتيك نيورايتس ومعاه اكيوت مايلايتس، والديزيز ده تم تسميته ديفيك ديزيز. وظل لفترة طويلة الأطباء بيعتبرونه variant من السيفير variants of multiple sclerosis. كان بيسمى اوبتيكو سباينال ام اس، اوبتيكو سباينال ام اس، ولكن حاليا اصبح اسمه نيورومايلايتس اوبتيكا. عام 2004 تم وصف أنتيبودي موجود فقط في حالات النيورومايلايتس أوبتيكا ومش موجود في حالات الام اس. تمت تسمية الأنتيبودي ده نيورومايلايتس أوبتيكا أنتيبودي. مع الوقت تعرفوا ان الأنتيبودي ده تارجت أكوابورين 4. الأكوابورين 4 ده هو الووتر بروتين تشانل الموجود مينلي في السي ان اس، وموجود باكثريه في الاند فيتس اوف استروسايتس. دي صوره الاند فيتس اوف استروسايتس، كراودد بالاكوا بورين اللي هو المين ووتر بروتين تشانل. الانتيبودي ده تارجت الاكوا بورين 4. ايضا مع مرور الوقت ومع تطور الابحاث، وجدوا ان النيورومايلايتس اوبتيكا مش فقط يصيب الاوبتيك نيرف ويصيب السباينال كورد، لا، ده وجدوا له اذر سنترال نيرفس سيستم مانيفيستيشن. واكثر حاجه واهم حاجه في السنترال نيرفس سيستم وتعادل وتساوي الاوبتيك نيورايتس والاكيوت مايلايتس
اريا بوست ريما سيندروم. المريض بيجي بهيكب وبيجي بفوميتينج. ممكن المريض يجي ببرين ستيم مانيفستيشن ديبلوبيا، ممكن يجي ببلبر ديسفانكشن، ممكن يجي بانسيفالوباسي، ممكن المريض يجي ببيراميدال مانيفستيشن، بايلاترال بيراميدال مانيفستيشن او يونيلاترال بيراميدال مانيفستيشن، غير طبعا البيراميدال مانيفستيشن اللي ناتجه عن سباينال كورد. يعني ممكن يكون سباينال كورد فري لكن معاه بيراميدال مانيفستيشن ناتجه عن افكشن اوف بيراميدال اتراكت، سواء كان سب كورتيكال او في انترنال كبسول او في البرين ستيم. الانسيفالوباسي نادر ما بيكون مع النيوروميلايتيس اوبتيكا. نقطه في غايه الاهميه، وصلنا لعام 2015، تم استحداث الدياجنوستيك كرايتيريا للنيوروميلايتيس اوبتيكا. الدياجنوستيك كرايتيريا دي وضحت لي قسمين من اقسام النيوروميلايتيس اوبتيكا. قسم سيرو بوزيتيف مع يكون فيه الاكوابورين 4 انتي بودي موجود، وسيرو نيجاتيف ما بيكونش فيه الاكوابورين 4 موجود، انتي بودي موجود، ده اسمه سيرو نيجاتيف. السيرو نيجاتيف يمثل من 20 الى 25% من الحالات. طيب هنا سؤال، الحالات السيرو نيجاتيف لازم اكيد هيكون معاها اذر انتي بودي غير الاكوابورين طبعا، بيؤدي الى حدوث مانيفستيشن مشابهه للنيوروميلايتيس اوبتيكا. وجدوا ان من ضمن الانتي بودي الموجوده في السيرو نيجاتيف هي الموك اي جي جي اللي هو الميلين اوليجو دندروسايت جلايكوبروتين انتي بودي. والحالات دي بنسميها ايه؟ بنسميها موجاد، انفصلت من النيوروميلايتيس اوبتيكا. عشان كده بقول ان الموجاد تمت ولادته من الديفيك ديزيز. مش هينفع نكمل كلامنا من غير ما نتكلم عن الدياجنوستيك كرايتيريا اوف نيوروميلايتيس اوبتيكا سبيكتروم ديزيز. السلايد دي عايزه تركيز كبير جدا، الصور بتاعتها هتبقى بعد السلايد دي، لكن نركز في الكلام الموجود هنا لانه مهم جدا جدا في الدياجنوزيس اوف نيوروميلايتيس اوبتيكا سبيكتروم ديزيز. نسيب النقطه الاولى والثانيه وخلينا في النقطه رقم 3 و4. النقطه رقم 3 بتقول لي ايه هي الكور كلينيكال كاركترستكس اوف نيوروميلايتيس اوبتيكا. اول نقطه اوبتيك نيورايتيس وفي الغالب بتكون بايلاترال. النقطه الثانيه اكيوت مايلايتيس. الثالثه اريا بوستريما سيندروم. عشان كده بقول ان الاريا بوستريما سيندروم اهميتها لا تقل عن الاوبتيك نيورايتيس والاكيوت مايلايتيس. رابعا اكيوت برين ستيم سيندروم. خامسا سيمبتوماتيك ناركوليبسي او اكيوت داينسيفاليك كلينيكال سيندروم. الداينسيفالون هو الاريا اللي حوالين الثيرد فينتريكل. سادسا سيمبتوماتيك سيريبرال سيندروم وذ نيوروميلايتيس اوبتيكا سبيكتروم تيبيكال برين ليجن، وده واضح في الصوره 3 اللي احنا هنعرضها ان شاء الله باذن الله. نعرضها الاول الصوره 3 دي الكاركترستيك سيريبرال سيندروم. طبعا هنا واضح معانا جدا رايت سلاميك ليجن في اول صوره هنا رايت سلاميك ليجن، وده من الداينسيفاليك مانيفستيشن. الصوره بي هنا بايلاترال هايبوسلاميك ليجن. الصوره سي اكستنسيف سيريبرال ليجن سب كورتيكال، وده كاركترستيك من الحاجات الكاركترستيك في النيوروميلايتيس اوبتيكا. طبعا دي هنا دي تي 1 ويز كونتراست في افكشن للكوربس كالوزم. عندي هنا بايلاترال افكشن للبيراميدال تراكت.
عندي هنا بيري ابن ضيمل أفكشن، بيري ابن ضيمل أفكشن. ننتقل إلى النقطة الرابعة، هي الأديشنال ام ار اي فايندينج في حالات النيوروميلايتس اوبتيكا. بيكون عندي اكيوت اوبتيك نيورايتس، الاكيوت اوبتيك نيورايتس بيكون في الغالب بايلاترال، وفي الغالب بياخد البوستيريور سيجمنت، البوستيريور بورشن اوف اوبتيك نيرف، وكاركترستيك انه ياخد الكوربس، وكاركترستيك انه ياخد الاوبتيك كيازما، كاركترستيك انه ياخد الاوبتيك كيازما. النقطة الثانية أكيوت مايلايتس، وبيكون في لونج اكستنسيف ترانسفيرس مايلايتس، واخد أكثر من ثلاثة سيجمنت. إريا بوستريما سيندروم، أكيوت برين ستيم سيندروم. نشوف السلايدز بتاعتنا هنا. هنا عندي لونج اكستنسيف أفكشن للسباينال كورد زي ما هو واضح هنا، وعامل اكستنشن للمظله بلونجاتا، ده كاركترستيك للنيوروميلايتس اوبتيكا، ان عندي يكون ترانسفيرس مايلايتس وعامل اكستنشن للمظله بلونجاتا. ويكون ايضا مع بعد الاتاك بيكون في اتروفي للسباينال كورد. الصوره دي واضح فيها جدا الاتروفي، هنا واضح الاتروفي جدا جدا للسباينال كورد. الصورة دي بتوضح لي الليفت اوبتيك نيرف افكشن، وهنا الاوبتيك كيازما افكشن، وهنا واضح في الليفت اوبتيك نيرف افكشن، ولكن هنا بيبقى كاركترستيك ليها جدا اللي هو الاوبتيك كيازما افكشن. اريا بوستريما سيندروم، الاريا بوستريما دي بتكون موجوده في اللور بارت اوف ذا فورس فينتريكل كفر الفيجاس ترايجون، ودي ريتش بالووتر تشانل بروتين، لذلك بيكون واضحه يعني زي ما هي واضحه هنا في الصوره دي الاريا بوستريما افكشن، اريا بوستريما افكشن. هنا ايضا اريا بوستريما في السلايد رقم بي وسي، اريا بوستريما افكشن. ايضا بيكون البوستيريور بارت اوف ذا بونز زي ما هو واضح هنا في السلايد اف، بوستيريور بارت اوف ذا بونز، البوستيريور بارت او الدورزر بارت اوف ميد برين زي ما هو واضح هنا في السلايد. ايضا بيكون في بيري ابن ضيمل افكشن في الفورس فينتريكل، ده في الصوره دي. نرجع للجدول بتاعنا، الحالات اللي بتكون نيوروميلايتس اوبتيكا اللي هي سيرو بوزيتيف، ايه الدياجنوستيك كرايتيريا؟ بيكون at least one core clinical characteristic من اللي قلناهم اللي هي رقم 3، وبوزيتيف اكوا بورين 4 IgG، واكسكلوجن للالترناتيف دايجنوزيس. دايجنوزيس سهل جدا، واحد clinical core criteria اكوا بورين بوزيتيف، واكسكلوجن للاذر ديفرنشال دايجنوزيس. طيب الحالات اللي هي سيرو نيجاتيف اللي هي منها خرج الموجاد، يكون عندي at least two clinical characteristic مثلا optic neuritis و transverse myelitis، يكون negative aquaporin 4 exclusion للother diagnostic criteria. طيب الكلينيكال الكور clinical characteristic لازم at least optic neuritis او acute myelitis او area postrema اللي هي الثلاثة الاولى، dissemination in space two or more different core clinical characteristic، لازم يكونوا dissemination in space two or more، معناها ايه two or more different core clinical characteristic.
فالمينانت اديشنال ام ار اي ريكويرمنت اللي هي رقم أربعة. وطبعا نيجاتيف اكوابورين 4 و اكسكلوجن للاذر الترناتيف دياجنوستيك كرايتيريا. ابيديميولوجي اوف موجاد مقارنه بالنيوروميلايتيس اوبتيكا والمالتيبل سكليروزيس. الموجاد ليه الجريتست بريديليكشن ان تشيلدرن، مينلي افكت تشيلدرن. حوالي 20 الى 30% من حالات الانفلاماتوري دي مايلينيتنج سي ان اس سيندرومز في تشيلدرن بتكون موجاد، بينما في الادلت 5% فقط، يعني في الاساس يصيب تشيلدرن. الكرنت استيميتد انسيدنس في البيدياتريك 3.1 لكل مليون، بينما في الادلت من 1.6 الى 2.39 في كل مليون. الموجاد is not strongly associated with other systemic autoimmune disorders، وأيضا مش ما يكون preceded بinfections، ده في أغلب الأحيان، في أغلب الأحيان، لكن ممكن في نسبة قليلة من الحالات preceded بviral infection زي الإنفلونزا، إبشتيان بار فيروس، هربس سيمبلكس فيروس، والسيفير اكيوت ريسبيراتوري سيندروم كورونا فيروس 2 اللي هي السارس كوفيد 2. النقطة دي مهمة، ويختلف كثيرا الموجاد عن اخواته من الاذر انفلاماتوري دي مايلينيتنج ديزيزز اوف سنترال نيرفوس سيستم. بيكون في ميل تو ميل ريشيو 1:1، وده عكس الاذر، عكس النيوروميلايتيس اوبتيكا بتكون في ميل تو ميل 9:1، يعني في هاي بريديليكشن في النيوروميلايتيس اوبتيكا في الفيميلز، مينلي يصيب الفيميلز. الام اس بتكون النسبه قليله شويه 3:1، 3 في ميل الى 1 ميل. الريلابس كورس از اوبزيرفد ان ابروكسيميتلي 50% من الحالات في الموجاد. ان بيشنت ويز ادم اكيوت ديسيمينيت انسيفالومايلايتيس ذا اوفر اول فريكوانسي اوف مايلين اوليجودندروسايت جلايكوبروتين اي جي جي بوزيتيف فار اكسيدينج ذات of aquaporin 4 IgG positive observed in 50% and 5% of cases respectively. يعني ايه؟ يعني حالات الادم بتكون المج انتيبودي موجود في 50% من الحالات، بينما حالات النيوروميلايتيس اوبتيكا اللي هي السيرو بوزيتيف المج انتيبودي بيكون موجود في 5% من الحالات. يعني حالات كتير جدا كنا نشخصها آدم وهي خطأ موجاد. نقطة في غاية الأهمية، the frequency of موجاد and aquaporin positive neuromyelitis optica optic neuritis حوالي 30% في بتكون موجاد، وحوالي 3% بتكون neuromyelitis optica. اي حالة بتيجي اوبتيك انيورايتس بتكون بنسبة 5% موجاد، وبنسبة 3% نيوروميلايتس اوبتيكا، وبنسبة 57% مالتيبل سكليروزيس، و29% ايديوباسيك اوبتيك انيورايتس. النقطة دي مهمة جدا جدا في الديفرنشال دياجنوزيس اوف اوبتيك انيورايتس. عندما يأتي مريض بايزوليتد اوبتيك نيوريتس تكون التشخيص ايه؟ في اغلب الاحيان 5% موجاد، 3% نيوروميلايتس اوبتيكا، 57% مالتيبل سكليروزيس، و29% ايديوباثيك اوبتيك نيوريتس.
الموج بروتين ندخل في النقطة الثالثة هي الباثولوجي and pathophysiology of موجاد. الموج بروتين اللي هو الميلين أوليغوديندروسايت غلايكوبروتين بروتين represent حوالي 0.05% 5% من التوتال ميلين بروتين. اللوكيشن بتاعه بيكون في الاوتر موست ميلين شيس لير and oligodendrocyte cell surface makes it directly accessible to MUG IgGG اللي هو المج انتيبودي. Although the exact role of MUG IgG in pathophysiology of MUGAD remain unclear لان الديزيز ده لسه جديد ولسه الاستادي يعني كلها ما ظهرتش ولسه الحقيقة الصريحة بتاعته ما ظهراش بنسبة كبيرة. The neuropathological hallmarks of MUGAD 7 نقاط في غاية الأهمية. The neuropathological hallmarks of MUGAD بيكون في ايه لما نفحص عينة تحت الميكروسكوب؟ بيكون في بيري فينوس and confluent white matter demyelination. بيكون في MUG اللي هو الميلين أوليغوديندروسايت غلايكوبروتين dominant ميلين loss. في intracortical demyelination. فيه predominant CD4 positive T cell and granulocytic inflammation. بيكون في complement deposit within active white matter lesion. بيكون في partial axonal preservation partial axonal preservation. في reactive gliosis دول characteristic للمجاد وبيدخلوه في differential diagnosis على مستوى الباثولوجي مع النيوروميلايتس اوبتيكا ومع المالتيبول سكليروزيس ومع الادم. These neuropathological features are although detected in rare seronegative patient with exclusive intracecal IG MUG antibody synthesis. هنا في مصطلح جديد اللي هي الموجاد سيرو بوزيتيف. ببحث في السيرم بعمل سيرم اناليسيز بأجد ان مفيش المج انتيبودي او المج اي جي جي ولكن بأجده في السي اس اف بأجد المج اي جي مج انتيبودي مج اي جي جي موجود في السي اس اف. الحالات دي بقول عليها موجاد سيرو بوزيتيف موجاد سيرو نيجاتيف موجاد سيرو نيجاتيف يكون المج اي جي جي مش موجود في السيرم لكن موجود في السي اس اف. الباثولوجيكال هول ماركس دي ايضا باجدها في السيرو نيجاتيف موجاد. سيرو نيجاتيف موجاد شو ان اولموست ايكوال بريزنس اوف تي اند بي سيل possibly representing a specific feature of CSF MUGAD antibody synthesis ولكن بأجد فيها equality بين T cell و B cell ده characteristic في المجاد سيرو نيجاتيف. الفيتشرز دي زي ما قلنا بتكون فيها similarity بين الأذر منها الفالمينانت MUGAD. الفالمينانت موجاد بيكون فيه 7 اللي احنا ذكرناهم ولكن يضاف لهم اسكيميك دامج نيكروزيس استروسايت اند اكزونال دامج. قلنا في الموجاد بيحصل في بريزيرفيشن للاكزون بارشال بريزيرفيشن للاكزون لكن في الفالمينانت بيحصل اكزونال دامج. ايضا الكاركتر السبعه كاركترستيك السبعه باثولوجيكال هورماركس اوف موجاد بيبقوا سيميلر مع الادم اكيوت ديسيمينيت انسيفالومايلايتس.
معها ايضا which is characterized by perivenous and confluent diffuse inflammation. ده في الادم perivenous وconfluent diffuse inflammation. ومعها ايضا extensive demyelination. ده في الادم. ادم is now known to be associated with MUG IgG in about 50%. زي ما قلنا ان حوالي 50% من حالات الادم بيكون المج اي جي جي بوزيتيف. This aspect are partially overlapping with a neuropathological characteristics of MS. على مستوى الباثولوجي بنقسم ال MS الى 3 باترن. المجاد بيختلف مع الباترن رقم 2. الباترن رقم 2 بيكون موجود فيها ايه؟ موجود فيها تي سيل اند ماكروفاج انفلتريت، اللي هو موجود في الباترن 1 من الام اس فقط، ويضاف اليه الاي جي جي اند اكتيفيتد كومبلمنت ديبوزيشن ان اكتيف دي مايلينيتنج ليجن. بكده يبقى باترن 2. يعني الباترن 2 في الام اس بيكون معاه باترن 1 ويضاف اليه اي جي جي اند اكتيفيتد كومبلمنت ديبوزيشن ان اكتيف دي مايلينيتنج ليجن. ولكن طبعا الام اس بيكون معاه بيكونش معاه يعني كورتيكال بليك، ورغم انه حاليا يقال ان الام اس مع الام ار اي 7 تسلا وجدوا انه بيوجد فيه كورتيكال بليكس، ولكن في الكلينيكال والراديولوجيكال بيظهر الفرق بين الام اس والموجاد. موجاد ديفر فروم ام اس بري دومينانت انترا كورتيكال ديمايلينيشن، بيكون نادر مع الام اس ولكن بري دومينانت الكورتيكال ديمايلينيشن في الموجاد. بري دومينانت سي دي 4 بوزيتيف راذر ذان سي دي 8 بوزيتيف تي سيل بي سيل انفلاماتوري انفلتريت. في الموجاد بيكون سي دي 4 بوزيتيف، في الام اس بيكون سي دي 8 بوزيتيف. Absent slowing expanding demyelinating plaque. في الـ MS بيكون في slowing expanding demyelinating plaque، لكن في الموجاد بيكون الموضوع ده absent. طيب مع النيوروميلايتس اوبتيكا الأكوا بورين بوزيتيف السيرو بوزيتيف النيوروميلايتس اوبتيكا بيكون الأكوا بورين 4 is well preserved، يعني حاجة بديهية. هايبرتروفيك رياكتيف استروسايت، لان الاستروسايت بتكون كراودد بالاكوا بورين اللي هي الووتر بروتين شانل. نو ايفيدنس اوف كومبلمنت ديبوزيشن انسايت اوف اكوا بورين اكسبريشن. ان اكوا بورين بوزيتيف نيوروميلايتس اوبتيكا ذير از ريلاتيف بريزرفيشن اوف اوليجو دندروسايت. الاوليجودندروسايت في السيرو بوزيتيف نيوروميلايتس اوبتيكا بتحصل لها بريزرفيشن، بتكون سيمي انتاكت مش بتبقى افكتد، لكن الافكتد بتبقى الاستروسايت هي اللي افكتد. اهم ما في اللقاء واكبر ما في اللقاء هو الكلينيكال ام ار اي اتريبيوتس. ااكد على نقطه مهمه، عشان اصل الى الدياجنوزيس اوف موجاد لازم اعمل ايفالويشن اثناء الاتاك وبعد الاتاك، اتاك ريليتد مانيفيستاشن وبعد الاتاك. النقاط اللي هتكلم عنها في الاتاك ريليتد مانيفيستاشن الاوبتيك نيورايتس، الادم، البرين ستيم سيندرومز، السيريبرال كورتيكال انسيفالايتس، والمايلايتس. الدياجنوزيس اوف موجاد از فيري ديفيكالت، لانه بيدخل مع اذر ديزيزز زي ما احنا قلنا، مع الام اس، مع الادم، مع النيورومايلايتس اوبتيكا، مع ترانسفيرس مايلايتس، مع الايديوباثيك اوبتيك انيورايتس. مش ده بس، لكن
الراديولوجيكال مانيفستيشن او الام ار اي مانيفستيشن بتاعت الموجات بتكون فيها سيميلاريتي بينها وبين الديزيزز اللي احنا قلناها. وفي نقطة ثالثة، ان حوالي 10% من حالات الموجات بتكون راديولوجيكالي فري رغم انها كلينيكالي فيري فيري سيفير، وده بيخلي الدياجنوزيس اوف موجات ديفيكالت، وبيخلينا ناكد على انه مهم جدا اننا نعمل ايفالويشن اثناء الاتاك وافتر ذا اتاك عشان اصل الى اكيوريت دياجنوزيس. اربع نقاط مهمه جدا لازم احطها في دماغي عشان اعمل دياجنوزيس للموجات. النقطه الاولى، severe clinical attacks accompanied by large or longitudinal extensive T2 lesion. اغلب الحالات بيكون فيها extensive T2 lesion في البرين والسباينال كورد وايضا في الاوربت في الاوبتيك نيرف. بيمتاز الليجن انه فلوفي، البوردر بتاعته مش انتاكت بوردر، مش اكيوريت بوردر، مش شارب بوردر زي الام اس، عشان افرقه بينه وبين الام اس. الليجن في الموجات بيكون فلوفي مش شارب بوردر، بينما في الام اس بتكون البوردر شارب وبيكون ويل ديفايند، لكن في الموجات بيكون poorly defined margins. النقطة الثانية، acute gadolinium enhancement of at least one lesion. ده معناه انه في active inflammation، بيكون موجود في 50-75% من الحالات في البرين وفي السباينال كورد. يعني الانهانسمنت في التي 1، في التي 1 بيكون في انهانسمنت، او في الام ار اي بيكون في انهانسمنت في حوالي 50% او 75% من الحالات، من 50-75% من الحالات. اوبتيك نيرف انهانسمنت از سين ديورينج اولموست اول اوبتيك نيورايتس اتاك، او هندي معناها اوبتيك نيورايتس اتاك، اند كاركترستيكالي انفولف ذا اوبتيك نيرف شيس optic nerve sheath or بنسميه perineural enhancement perineural enhancement وبيكون bilateral. النقطة الرابعة، the initial brain or spinal cord MRI can be normal في 10% من الحالات، ممكن يبقى normal في 10% من الحالات. لذلك أأكد على الكلينيكال بريزنتيشن، الكلينيكال بريزنتيشن هو اللي بيقودني، الكلينيكال فايندينج هي اللي بتقودني في الدياجنوزيس. طيب الحالات اللي هي بتكون الام ار اي نورمال اعمل ايه معاها؟ لازم اعمل سنسوري ايفوكت بوتنشال، اعمل فيجوال ايفوكت بوتنشال، اعمل فولو اب ام ار اي عشان كده بأكد على انه افتر ذا اتاك مهم جدا اعمل imaging after the attack عشان اصل الى الاكيوريت دياجنوزيس. هنتكلم دلوقتي عن attack related manifestation، ولما هنتكلم عن attack related manifestation هنتكلم عن clinical presentation و MRI finding، هنتكلم عن MS وهنتكلم عن neuromyelitis optica، هنتكلم عن الادم وهنتكلم عن الاوبتيك نيورايتس، فلازم نركز. المهم جدا في الموجات ان الكلينيكال بريزنتيشن بتاعه بيختلف من البيدياتريك من التشيلدرن عن الادلت. يعني في الادلت بيجيني اكتر حاجه باوبتيك نيورايتس، لكن في البيدياتريك بيجيني اكتر حاجه بادم في البيدياتريك. الصوره دي بتوضح لي البرسنتج اوف بريزنتيشن في البيدياتريك وفي الادلت. عندي في البيدياتريك بيكون الادم حوالي 41% والاوبتيك نيورايتس حوالي 41%، لكن الاوبتيك نيورايتس في الادلت بيكون 56% والادم بيكون 12%.
المايلايتس بيكون 12% في البيدياتريك وبيزيد طبعا في الأدلت إلى 26%. البرين ستيم بتكون 6 هنا و6 هنا. أول نقطة الأوبتيك نيورايتس. أوبتيك نيورايتس is the commonest manifestation and frequently occur in isolation. ممكن يجي المريض بايزوليتد أوبتيك نيورايتس unilateral أو bilateral. It is recurrent and bilaterally في 50% من الحالات. Sometimes steroid dependent وفي الحالات دي تشابه الكورونيك ريلابسينج انفلاماتوري اوبتيك نيوروباثي. كورونيك انفلاماتوري ريلابسينج اوبتيك نيوروباثي ده ديفرنشال دايجنوزيس مهم لما المريض يجيني بايزوليتد اوبتيك نيورايتس بين ويز اكسترا اوكولار موفمنت. ودي من المانيفيستاشن اوف اوبتيك نيورايتس ان المريض لما يحرك عينه بيشعر ببين سواء ابورد داونورد. لما بيحصل موفمنت للاي بول بيحصل بين. اوبتيك ديسك ايديما في الفانتاس اكزامينيشن في 85% من الحالات. يعني 15% من الحالات ممكن يبقى الفانتاس نورمال وممكن الاوبتيك ديسك ايديما دي تبقى سيفير لدرجه ممكن يحصل معاها هيموريج. الفيجوال ديفكت ات نيدر از يوجوالي بيكون المريض فيه سيفير فيجوال امبيرمنت اب تو كاونتينج فينجر. ما بيعمل كاونتينج فينجر اونلي او هاند موفمنت. ولكن من رحمه الله ان في الموجاد بيكون البروجنوزس فيري جود مقارنه بالنيورومايلايتس اوبتيكا. بالنيورومايلايتس اوبتيكا بيكون فيها سيفير ديفيسيت سيفير فيجوال امبيرمنت حتى بعد الاتاك. اب تو 50% اوف بيشنت كومبلين اوف نيو اونست اوف سيفير بيري اوربيتال اند فرونتو تيمبورال هيديك ا فيو دايز بيفور ذا فيجوال ديفيسيت. 50% من الحالات بتشكي من هيديك نيو اونست هيديك. نيو اونست هيديك مهم جدا. نيو اونست هيديك بيكون فرانتو تيمبورال او بيري اوربيتال. طبعا صعب اني اعمل دايجنوزيس على الفايندينج دي صعب جدا. ايه هي الام ار اي فايندينج في حالات الموجاد؟ ان اكستنسيف انفولفمنت اوف اوبتيك نيرف. غالبا كل اللينس اوف ذا اوبتيك نيرف T2 or post gadolinium T1 is characteristic في 85%. بيكون في perineural enhancement of optic nerve often extending to surrounding orbital tissue في 50% من الحالات. في perineural enhancement of optic nerve ممكن يعمل extension للاوربيتال فات البيري اوربيتال فات للاوربيتال سراوندينج تيشو. وده طبعا مش موجود في النيورومايلايتس اوبتيكا. النيورومايلايتس اوبتيكا بتاخد البوستيرور سيجمنت ومع تاخد معاها الاوبتيك كيازما ده كاركترستيك للنيورومايلايتس اوبتيكا. انفولفمنت اوف اوبتيك اوف اوبتيك كيازما كاركترستيك للسيرو بوزيتيف نيورومايلايتس اوبتيكا can be seen in minority of MOGAD. نادرا ما الموجاد affect الاوبتيك كيازما only. نادرا ما affect الاوبتيك كيازما only. لكن هو affect الاوبتيك كيازما مع اللينس all lens او most of its lens of optic nerve. most of the lens of optic nerve. لكن affection الاوبتيك كيازما only ده بيخليني اشك ان العيان موجاد. اخلي العيان نيورومايلايتس اوبتيكا. bilateral longitudinal extensive enhancement of optic nerve not involving الاوبتيك كيازما suggest موجاد. لما يجي مريض الله يبارك له ويكون مريحني يكون معاه extensive affection للاوبتيك نيرف
وسبيرنج للاوبتيك كيازما، اقول ان المريض ده ايه؟ اقول ان المريض ده موجاد مش نيورومايلايتس اوبتيكا. الصوره دي بتقارني بين الموجاد والسيرو بوزيتيف نيورومايلايتس اوبتيكا والمالتيبل سكليروزيس اللي هما المين ديفرنشال دايجنوزيس اوف موجاد. واضح هنا في ايه؟ اول حاجه اللي هي الكورونال تيكشن في البرين بايلاترال افكشن للاوبتيك نيرف، بايلاترال افكشن للاوبتيك نيرف. الاكزيال هنا واضح جدا ان all the lengths of optic nerve affected bilaterally. ايه اربعة هنا في enhancement affection all the lengths of optic nerve almost all the lengths of optic nerve و bilaterally. هنا unilateral affection unilateral في الكورونال وايضا هنا unilateral في الاكزيال بيفور ده معها انهانسمنت. دي السر بوزيتيف نيورومايلايتس اوبتيكا اكوابورين 4 اي جي جي بوزيتيف نيورومايلايتس اوبتيكا. واضح هنا في الكورونال افكشن للاوبتيك كيازما، الاوبتيك كيازما واضح هنا فيها افكشن وهنا اف سي 4 انهانسمنت في الاوبتيك كيازما. الأخيرة دي هي المالتيبل سكليروزيس. المالتيبل سكليروزيس غالبا بيجي بيونيلاترال افكشن للاوبتيك نيرف، بيكون شورت سيجمنت من الاوبتيك نيرف وغالبا بيبقى الانتيريور سيجمنت او الانتيريور بار او الانتيريور بورشن اوف ذا اوبتيك نيرف. فالصورة دي فرق بين الموجات سيرو بوزيتيف نيورومايلايتس اوبتيكا والمالتيبل سكليروزيس على مستوى الاوبتيك نيورايتس. اكيوت ديسيمينيت انسيفالومايلايتس ده الكومونست السكند كومون بريزنتيشن بعد الاوبتيك نيورايتس وبيكون كومون في اليانج ايج في البيدياتريك. المريض بيجي بالمانيفستيشنز اوف ادم، بيجي انسيفالوباسي بفوكال ديفيسيت، بيجي بسيجر والسيجر ده ممكن يتطور الى ستيتس ابيليبتيكس. بعض الحالات ممكن طبعا اللي هي جايه بترانسفيرس مايلايتس بانفستيشن اوف مايلايتس او مانيفستيشن اوف اوبتيك نيورايتس ممكن ما يكونش معاها الادم. الحالات اللي بيجي معاها ادم اكيوت ديسيمينيت انسيفالومايلايتس حوالي 3% منهم بيكونوا سيفير لدرجة انهم بيحتاجوا ميكانيكال فنتيليشن. طيب ايه الراديولوجيكال فايندينج في حالات الادم؟ اول نقطة بيكون في مالتيبل لارج تي 2 ابنورماليتيز افكت سوبرا تينتوريال وايت ماتر والكورتكس والديب جراي ماتر السلاماي والبيزال جانجليا وده بيشبه الليكوديستروفي، بيشبه الليكوديستروفي. فبيكون في الايميجنج في ديفيوز افكشن للسيريبرال هيمسفيرز، في كورتيكوسباينال تراكت افكشن عند الانترنال كبسول او الميد برين، ميد برين بدانكل او في البونس، وده يشبه البيهست ديزيز. الكلام ده بيختلف اختلاف تام عن المالتيبل سكليروزيس وعن السيرو بوزيتيف نيورومايلايتس اوبتيكا. ما بيكونش عندي في الرينج انهانسمنت اللي هو كاركترستيك للمالتيبل سكليروزيس، اوبن رينج انهانسمنت اللي هي كاركترستيك للمالتيبل سكليروزيس. دي حالة طفل سنه تقريبا 4 سنوات او 3 سنوات. ايه بي اثناء الاتاك؟ هو اتشخص انه موجاد ولكن البريزنتيشن بتاعه كان اكيوت ديسيمينيت انسيفالومايلايتس. نشوف هنا الديفيوز
هايبر انتنس ليجن الافكت الوايت ماتر وافكت الجراي ماتر الديب جراي ماتر البيلاترال سلاماي هنا افكتد البيلاترال سلاماي هنا افكتد الوايت ماتر السب كورتيكال وايت ماتر هنا بعد حوالي يعني بعد 6 شهور او 4 شهور حصل كومبليت ريزوليوشن اند كومبليت امبروفمنت للبيشنت الكلينيكال بريزنتيشن رقم 3 سيريبرال كورتيكال انسيفالايتس سيريبرال كورتيكال انسيفالايتس بسميه فليمز الفليمز ده اختصار فلير هايبر انتنس ليجنز ان انتي موج اسوشيتد انسيفالايتس ويز سيجر الفليمز ده بيكون فيه ايه بيكون فيه انسيفالوباسي او انسيفالايتس بيكون المانيفيستيشن طبعا اوف انسيفالوباسي بيكون فيه سيجر والسيجر ده في اغلب الاحيان بيتطور الى ستيتس ابيليبتيكس ماركت سي اس اف بليوسايتوزيس الوايت بلاد سيلز بتكون عاليه في السي اس اف بيكون عندي في كورتيكال هايبر انتنسيتي في الفلير كورتيكال هايبر انتنسيتي في الفلير بيكون معاها ليبتومينينجال انهانسمنت بايلاترال او يونيلاترال بايلاترال او يونيلاترال بيكون معاها ايضا اسوشيتد برين ستيم او معاها كورد مانيفستيشن يونيلاترال ليبتومينينجال انهانسمنت هاز بين اولدول ريبورتد ان سيفالايتس الليبتومينينجال انهانسمنت مش طبعا مش دايجنوستيك للموجاد لا ده بيكون موجود في ميني ديزيزز افكت السي ان اس في الساركودوزيس موجود في الانفكشنز في الميني تايبس اوف انفكشنز بيحصل معاها ليبتومينينجال انهانسمنت مش كاركترستيك للموجاد ولكن مش بيكون موجود مع النيورومايلايتس اوبتيكا او مع الام اس في اغلب الاحيان رابعا برين ستيم سيندرومز ممكن مريض الموجاد يجيني ببرين ستيم سيندرومز برين ستيم انفولفمنت ريلي ريرلي اوكير ان موجاد ان ايزوليشن ما بيحصلش لبرين ستيم افكشن في الموجاد ان ايزوليشن خالص لازم المريض معاه اوبتيك نيورايتس او مايلايتس ومعاه برين ستيم سيندروم diffuse midbrain و bumps و مظلة T2 hyper intensity lesion are seen in 20% من حالات الموجاد which are different from short focal T2 lesion في الMS الMS multiple sclerosis short lesion short لكن في الموجاد وفي النيورومايلايتس اوبتيكا بيكون long lesion diffuse lesion في الموجاد بيكون في diffuse lesion unilateral or bilateral largely poor demarcated middle cerebellar peduncle lesion are seen in mugad and help demarcate aquaporin positive and ms من الحاجات المميزه للمجاد ان بيحصل middle cerebellar peduncle affection bilateral large poor demarcated middle cerebellar بدانكل ليجن كاركترستيك في الموجات دي نقطة في غاية الأهمية وهي أهم نقطة في البرين ستيم فايندينج في حالات الموجات بيشنت ماي بريزنت كلينيكال ويز انتراكتابل نوزيا أو فوميتينج أو هيكاب وده معروف إنه اريا بوستريما افكشن اللي هي سبيسيفيك للنيورومايلايتس اوبتيكا السيرو بوزيتيف نيورومايلايتس اوبتيكا لكن في مريض الموجاد بيجي بمانيفستيشنز اوف انكريز انتراكرينيال تنشن وده
بيخلي المريض عنده vomiting، بيخلي المريض عنده نوزيا نتيجة الانكريز للإنتراكرينيال تنشن. لكن مع الأفكشن للبرين ستيم الأريا بوستريما ممكن تبقى أفكتد في حالات الموجات، والحالات دي بتيجي بنوزيا وفوميتينج. More frequently nausea and vomiting in Mugad occur in the setting of ADAM and multifocal brain lesion rather than associated area postrema. زي ما قلنا الادم بيبقى معاه increased intracranial tension، فبالتالي المريض ممكن يدخل في vomiting ويدخل في nausea، ما بتكونش الاريا بوستريما affected في حالات الموجاد. السلايد دي بتوضح لي التيبيكال راديولوجيكال فايندينج او مانيفيستيشن في حالات الموجاد والنيوروميلايتس اوبتيكا والمالتيبل سكليروزيس. السلايد دي عايزه تركيز شديد جدا جدا جدا. اول حاجه نبدا بالبطل بتاعنا اللي هو الموجاد. A1 دي يظهر فيها البيلاترال ميدل سيريبيلر بيدانكل ليجن، وده كاركترستيك للموجاد بيلاترال ميدل سيريبيلر ليجن. هنا FA4 يظهر بوضوح الليبتو مينينجيال انهانسمنت. 4A دي اكزيال T1 ويز كونتراست، واضح فيها الليبتو مينينجيال انهانسمنت. A3 واضح فيها بايلاترال ثلاميك ليجن. A5 فيها 2 وايت ماتر ليجن. ايه بيظهر فيهم؟ ال-defined margin، ال-defined margin. نقارنهم بالام اس، الام اس هنا واضح فيه سمول ليجن، ولكن ويل ديفايند مارجن، المارجن بتوع الليجن واضحين للغايه. الام اس فيه الكورتيكال بليك، طبعا ده حاليا مع الايميجنج اللي هي عاليه السبعه تسلا ام ار اي، وجدوا ان الام اس فيه كورتيكال بليك، لكن الموجاد ايضا في كورتيكال بليك. في A6 هنا في كورتيكال سيكنينج، كورتيكال سيكنينج ده كاركترستيك للموجاد. ديفيوز كوربس كالوزم ليجن، في الموجاد بيكون الكوربس كالوزم افكشن بيكون ديفيوز، البودي والسبلينيوم افكتد، البودي والسبلينيوم افكتد. عكس النيوروميلايتس اوبتيكا، النيوروميلايتس اوبتيكا بيبقى الافكشن فيها في السبلينيوم اوف ذا كوربس كالوزم، السبلينيوم اوف كوربس كالوزم زي ما هو واضح هنا، السبلينيوم اوف كوربس كالوزم. ابن دايما انهانسمنت في النيوروميلايتس اوبتيكا في البوستيرير هور اوف لاترال فينتريكل، ده ابن دايما enhancement of posterior horn of lateral ventricle left lateral ventricle. في corticus spinal tract affection في left corticus spinal tract affection في الصورة دي على مستوى ال internal capsule. area postrema، area postrema affection ده من ال characteristics of نيوروميلايتس اوبتيكا. الدورزال بونس، دورزال بونس. في المالتيبل سكليروزيس موجود هنا البليك على مستوى الترايجيمينال نيرف، موجود هنا البليك على مستوى الترايجيمينال نيرف. ايضا عندي هنا بليك، البليك واضحه جدا.
سي 4 دي مهمة. تي 1 with contrast واضح فيها هنا الاوبن رينج انهانسمنت اللي هو كاركترستيك للمالتيبل اسكليروزيس. اوبن رينج انهانسمنت هنا الكورتيكال بليك زي ما قلنا. السلايد الأخيرة دي أو الصورة الأخيرة اللي هي سي 7 واضح فيها الدوسون فينجرز. دوسون فينجرز دي الدوسون فينجرز وهنا الكورتيكال بليك. الصورة دي في غاية الأهمية. من ضمن المانيفستيشنز اوف موجاد المايلايتس سواء بيجي ان ايزوليشن او بيجي مع الاذر. سبينال كورد انفولفمنت از فريكوينتلي سيفير ويز باراباريسيس اند بلادر ديسفانكشن اللي هي المانيفستيشن اوف مايلايتس. بيمتاز المايلايتس في الموجاد بانه لونج اتيودينال اكستنسيف زي النيورومايلايتس اوبتيكا لونجيتودينال اكستنسيف. ولكن في الموجاد افكت الكونس مع اكستنسيف وبيكون معاه افكشن للكونس وده ما بيكونش موجود مع النيورومايلايتس اوبتيكا. single or multiple short lesion can occur in موجاد لكن في النيورومايلايتس اوبتيكا بيكون single long extensive واخد 3 سيجمنت او اكتر من 3 سيجمنت. في الام اس بيكون short lesion في بعض حالات الموجاد بيكون فيه short lesion ولكن ده مش كومون بيكون رير. ولو انا وجدت شورت ليجن في السباينال كورد اول حاجه افكر في المالتيبل سكليروزيس وحتى لو وجدت انا انه الموج المايلين اوليجو دندروسايت جلايكوبروتين اي جي جي بوزيتيف برضو اشك انه هو فولس بوزيتيف زي ما قلنا في الموجات بيبقى فيه افكشن للكونس ميدلاريز is frequently present أو frequently involved في الموجاد. موجاد myelitis T2 lesion often predominantly affect ventral part of spinal cord. وon sagittal image بيبان ال H sign affect the gray matter of spinal cord عشان كده بيبان ال H sign. In about third of this sign are not 100% specific. Acute flaccid myelitis, viral myelitis, idiopathic myelitis. المريض اللي بيجيني بايزوليتد مايلايتس بيدخل في الديفرنشال دايجنوزيس الكتير بتاع المايلايتس. والافكشن اوف جراي ماتر اوف ذا سباينال كورد مش سبيسيفيك للموجاد. لا بيجي في كل الاذر تايبس اوف مايلايتس. الفلاسيد مايلايتس الفيرال مايلايتس الويست نايل فيروس الايديوباثيك ترانسفيرس مايلايتس. زي ما قلنا الجادولينيوم انهانسمنت نوت سبيسيفيك لحالات الموجاد. بيكون في الموجاد في بيكون في ليبتومينينجال انهانسمنت بيكون في افكشن زي ما قلنا للليبتو مننجيز. بيكون الاذر مانيفيستيشن اوف ديزيزز ذات افكت السباينال كورد زي الساركودوزيس بيكون معاها تريدنت ساين في النيورومايلايتس اوبتيكا بيكون البريدليكشن للبوستيريور بارت اوف ذا سباينال كورد. الحاجة الثانية بيكون في اكستنشن للليجن للمظلة ابلونجاتا. السلايد دي بتوضح لي الايميجينج في الثلاث حالات موجات نيورومايلايتس اوبتيكا
and multiple sclerosis. يظهر هنا بوضوح الأفكشن للكونس في longitudinal extensive، بيكون predilection للventral spinal cord، بيكون في leptomeningeal enhancement، ال H sign في المجاد، ودي بتعكس affection ل الجري ماتر اوف ذا سباينال كورد. هنا الليبتومينينجال انهانسمنت. السلايد دي او اللي هي بي 1 وبي 3 فيها الكونس ميدلاريز افكشن اللي هي كومون مع الموجاد، يعني لو جاء عيان معاه كونس اشك انه هو موجاد. النيوروميلايتس اوبتيكا فيه اكستنسيف افكشن للسيرفايكال سيجمنت هنا، وبريدليكشن للبوستيريور بارت اوف ذا سباينال كورد. دي اكزيال ويز كونتراست. دي ايضا ساجيتال ويز كونتراست، بيبان فيها البريفري ان البريفري اوف ذا ليجن هو اللي واخد انهانسمنت، بينما الكور اوف ذا ليجن ده هايبو انتنس. الاخيره دي المالتيبل سكليروزيس، بيكون في شورت سيجمنت، شورت سيجمنت ايه كده بقى واضح هنا الشورت سيجمنت. واخد السنتر اوف ذا سباينال كورد، واخد السنتر اوف ذا سباينال كورد. قلنا ان المريض بتاع المجاد لازم اعمل له ايفالويشن during the attack and after the attack عشان اصل الى strict final diagnosis accurate final diagnosis. لازم اعمل ايفالويشن للمريض after the attack. في المجاد حوالي 40 الى 50% بيكونوا مونوفيزيك، المريض بياخد الاتاك وما بترجع لهوش تاني، لكن 50 الى 60% بيحصل معاهم ريكرنس اوف ذا اتاك زي الام اس، بيبقى ريلابسنج ريميتنت. ولكن حاليا ما فيش سبيسيفيك او دراج واخد الابروفال بيعمل بريفنشن للريلابس في حالات الموجاد. ايه اللي بيخليني اشك ان العيان ممكن يحصل له ريكرنس او يحصل له ريلابس؟ بيرسيستنس اوف موج اي جي جي ان سيرم افتر ذا اتاك. الحالات دي اللي بيكون معاها البيرسيستنس اوف موج اي جي جي بوزيتيفيتي بعد الاتاك بيقول ان الريلابس ممكن يحصل. في نسبة قليلة من الحالات بتكون بوزيتيف بعد الاتاك، موج اي جي جي بوزيتيف بعد الاتاك وما بيحصلش معاها ريلابس، دي نسبة قليلة. Many patients that are persistently positive can remain monophasic and therefore an exact prediction of disease course at presentation is not possible based on موج اي جي جي. اغلب الحالات اللي هي بوزيتيف بعد الاتاك موج اي جي جي بوزيتيف بيحصل لها ريلابس. موجاد MRI lesion has the tendency to resolve completely after acute attack، وهذا من رحمة الله بالعباد، إن 50% إلى 80% من الحالات بيحصل complete resolution. حتى الحالات اللي بتيجي بميلايتس أو بتيجي بأوبتيك نيورايتس بيحصل
near complete recovery. عكس طبعا النيورومايلايتس اوبتيكا اللي بيحصل معاها permanent deficit. حالات المجاد ما يحصل معاها reduction للجري ماتر فوليوم، جري ماتر فوليوم، ولكن الريدكشن ده مش بيكون significant. In most patients with MUGAD optic neuritis, recovery of visual acuity is generally very good. وأيضا الميلايتس الريكفري بيكون معاه very good. Although reversible visual loss and blindness may occur in a minority of cases. Cases having EDSS اللي هي Extended Disability Status Scale أكثر من 6 range from 7 إلى 12%. والإكستندد ديسابيليتي ستاتس سكيل ده بستخدمه في الام اس وبستخدمه في الموجاد. لقاءنا ده عن الموجاد انتهى. إن شاء الله في اللقاء القادم هتكلم عن الانفستيجيشنز اللي بتتعمل غير الام ار اي، وهتكلم عن التريتمنت اوف موجاد. فيا رب تكونوا استفدتوا من اللقاء ده، وان شاء الله نلتقي في لقاءات اخرى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.